المتطابقات المثلثية الأساسية. شوف، في هذا الدرس وهذا الفصل الكامل هنعتمد كثير على حفظ المتطابقات. الطريقة اللي هعلمك هي تخلي حفظ هذه المتطابقات سهلة جدا. خليك معايا وحناخدها حبة حبة. أول شيء خلينا نعرف يعني إيش متطابقة. شوف، متطابقة يعني قيمة صحيحة دائما، زي مثلا لو كان عندنا إكس تربيع ناقص 9، هذه قلنا كيف نحللها؟ شوف، هذه فرق بين مربعين، صر نحللها إلى القوس إكس ناقص 3 مضروب في القوس إكس زائد 3. فرق بين مربعين حللناه إلى هذه القوسين، هذا يعني متطابقة، يعني إنه هذه المعادلة صحيحة دائما. طب إيش الفرق بينها وبين المعادلة؟ شوف، في المعادلة أنا أبغى أجيب قيمة الإكس، لكن هنا أنا ما أبغى أجيب قيمة الإكس، بس أبغى أكتب التعبير بطريقة ثانية. هذا الفرق بين المتطابقة والمعادلة. المعادلة تبغى تجيب قيمة إكس، المتطابقة مجرد بتكتبها بطريقة ثانية. طيب، والمثلثية؟ المثلثية جاية من الدوال المثلثية اللي أخذناها السنة الماضية، اللي جبناها كلها من المثلث قائم الزاوية، لو فاكرها، اللي هي الساين أو دالة الجيب، والكوساين دالة جيب التمام، والتان، وهكذا. طيب، عرفنا يعني إيش متطابقات مثلثية. الآن خلينا نعرفها. عندي أول شيء المتطابقات النسبية، يعني اللي هي كسر بسط مقام. أول واحدة عندنا تان للثيتا، هذه حتساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا. لو قلبنا الكسر هنحصل على كوتان ثيتا اللي هي تساوي، شوف، الكوتان مقلوب التان، صار برضو في الجهة الثانية نقلب الساين والكوساين، صار عندي كوساين ثيتا على ساين ثيتا. هذه أخذينها من السنة الماضية، ما في شيء جديد. بعد كده عندي متطابقات المقلوب، اللي هي كوسيكنت للثيتا هتساوي، شوف، أنا عندي كو، يعني بديت بحرف السي، يصير المقلوب حيكون ما في حرف السي، مقلوب حيكون واحد على ساين للثيتا. شوف، هنا في حرف السي، هنا ما في. بعد كده عندي السيكنت للثيتا، القطع، هيكون مقلوب واحد على كوساين. مرة ثانية، شوف، هنا الكوساين بدأت بالسي، مقلوبها السيكنت ما يبدأ بالسي. بعد كده عندي كوتان للثيتا، هيكون مقلوب التان، برضو شوف، الكوتان بدأنا بالسي، يصير مقلوبها ما فيها سي. طب لو جينا هنا نبغى نجيب قيمة الساين، لو قلبنا هذا الكسر صرح نقلب هذا الكسر أيضا، صار عندي ساين للثيتا هتساوي واحد على كوسيكنت للثيتا، وهنا برضو لو قلبنا الكوساين هنقلب السيكنت، صار عندي كوساين للثيتا يساوي واحد على سيكنت للثيتا، وهنا برضو هنقلب، صار عندي تان للثيتا هيساوي واحد على كوتان للثيتا. هذه كلها مراجعة للسنة الماضية، ما في شيء جديد أبدا. طب نشوف بعد كده متطابقات فيثاغورس. طب إيش دخل فيثاغورس في المتطابقات المثلثية؟ لو فاكر السنة الماضية رسمنا دائرة الوحدة على المستوى الإحداثي، شوف، هذا نصف القطر واحد. لو رسمنا المثلث القائم الزاوية، رسمناه في دائرة الوحدة بهذه الطريقة، شوف، عندنا هذا الوتر اللي هو نفسه نصف قطر الدائرة اللي هو طوله واحد. خليني أفرض أنه هذه هي الزاوية ثيتا. الآن خليني أجيب الدوال المثلثية لهذه الزاوية. أول شيء أجيب ساين للثيتا. ساين أعرف أنه المقابل على الوتر. طب المقابل هنا طوله عبارة عن إيش؟ عبارة عن إحداث الواي، والوتر عبارة عن واحد، صار خلاص ساين الثيتا تساوي واي. طيب، وكوساين الثيتا، كوساين الثيتا يساوي المجاور، هذا الضلع المجاور على الوتر،
طب هذا المجاور عبارة عن إيش؟ عبارة عن إكس، والوتر عندي بواحد. صار شوف، إحداث إكس هو الكوساين، وإحداث واي يساوي الساين. صار طول هذا الضلع حيساوي كوساين ثيتا، طول هذا الضلع اللي هو واي حيساوي ساين ثيتا. تمام. طيب الآن في المثلث قائم الزاوية هذا، خلينا نطبق نظرية فيثاغورس. فيثاغورس إيش تقول؟ تقول في المثلث قائم الزاوية طول الضلع الأول تربيع، وهذا الضلع طوله كوساين، فيصير كوساين تربيع للثيتا، زائد طول الضلع الثاني تربيع، هذا الضلع طوله ساين ثيتا، ساين تربيع للثيتا حيساوي طول الوتر تربيع، هذا الوتر طوله واحد، يصير حتساوي واحد. وهذه هي متطابقة فيثاغورس، مهمة جدا ولازم تعرفها وتكون حافظها. طيب ممكن نشتق منها متطابقات ثانية، خلينا نكتبها مرة ثانية. كوساين تربيع للثيتا زائد ساين تربيع للثيتا يساوي واحد. خلينا نقسم كل الحدود على كوساين تربيع للثيتا. هنا هنقسم على كوساين تربيع للثيتا، هنا على كوساين تربيع للثيتا، وهنا على كوساين تربيع للثيتا. ايش حيصير عندي؟ كوساين تربيع على كوساين تربيع بواحد، وهذه ساين تربيع على كوساين تربيع حتكون تان تربيع للثيتا، هذه واحد على كوساين تربيع حتكون سيكنت تربيع للثيتا. شوف هي نفسها الأولى، مجرد قسمنا كل الحدود على كوساين تربيع للثيتا. خلينا ناخدها مرة ثانية. عندي كوساين تربيع للثيتا زائد ساين تربيع للثيتا يساوي واحد. حقسم كل الحدود على ساين تربيع للثيتا، حتى هنا على ساين تربيع للثيتا، وهنا نفس الشيء. إيش صار عندي؟ كوساين على ساين اللي هي كوتان تربيع للثيتا، ساين على ساين هذه حتكون بواحد، وهذه واحد على ساين مقلوب الساين اللي هي حتكون كوسيكنت تربيع للثيتا. هي نفسها الثلاثة هذه مشتقة من الأولى. شوف الأولى كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي واحد، والثانية فيها تان، واحد زائد تان تساوي سيكنت. شوف التان ما فيها سي والسيكنت ما فيها سي. طيب والأخيرة عندي كوتان، صار كوتان تربيع زائد واحد حيساوي إيش؟ حيساوي كوسيكنت تربيع، اللي فيها سي مع اللي فيها سي. طيب خلصنا من فيثاغورس، خلينا ناخذ متطابقات الزاويتين المتتامتين. يعني ايش زاويتين متتامتين؟ شوف انا عندي في المثلث قائم الزاويه، مجموع هذه الزاويتين يساوي 90 درجه، لانه عندي زاويه قائمه ب 90، يصير الزاويتين الباقيه مجموعهم برضو ب 90. طب خليني افرض هذه الزاويه ثيتا، قياس هذه الزاويه حيكون كم؟ حيكون 90 ناقص ثيتا لأنها المتممة لها. وخليني أفرض برضو أطوال الأضلاع، حفرض هذا X وهذا Y وهذا R. طيب حنمسك هذه الزاوية نجيب الدوالة المثلثية، نجيب ساين للثيتا، ساين الزاوية حيكون المقابل على الوتر يعني Y على R. ولو جينا لهذه الزاوية حيكون هذا المقدار وهو الكوساين لها. نشوف كوساين هذه الزاوية هي 90 ناقص ثيتا، اللي ممكن نكتبها باي على 2 ناقص ثيتا، يعني هذه ممكن نكتبها شوف باي على 2 ناقص ثيتا. وشوف الكوساين لها المجاور حيكون الواي على الوتر اللي هو ار، اهي واي على ار نفس ساين الزاوية الثانية. طيب حنرجع للزاوية ثيتا مرة ثانية، خلينا نجيب كوساين الثيتا، كوساين الزاوية اللي هو المجاور على الوتر يعني x على r. لو جينا من هذه الزاوية نلاقي x على r هي الساين لها، لأنه x هو المقابل، يصير هنا نقول ساين الباي على 2 ناقص ثيتا، شوف الساين لها المقابل اللي هو x على الوتر، هو نفسه هذا x على r. طب خلينا نجيب التان للثيتا، التان هو المقابل على المجاور،
يعني واي على اكس. ولو جينا لهذه الزاوية هنلاقي الكوتان لها يساوي واي على اكس. يعني لو جبنا الكوتان للزاوية باي على 2 ناقص الثيتا الزاوية المتممة، كوتان اللي هو المجاور على المقابل هو واي على اكس اللي هو نفس التان للزاوية المتممة. صرنا من هنا نقدر نستنتج انه ساين الزاوية يساوي كوساين الزاوية المتممة لها، يعني الزاوية اللي اجمعها عليها عشان احصل على 90 درجة. كوساين الزاوية اي زاوية هيكون ساين الزاوية المتممة لها، وتان الزاوية هيساوي كوتان الزاوية المتممة لها. طب ناخذ بعد كده الدوالة الزوجية والدوالة الفردية. هنجيب المستوى الاحداثي ونرسم عليه دائرة الوحدة، وعلى دائرة الوحدة هذه حنحط المثلث القائم الزاوية. عندنا هذا الوتر لأنه نصف القطر في الدائرة حيكون بواحد، وعندنا هذه النقطة حتكون x y. خلينا نجيب ساين الزاوية هذه ثيتا، ساين حيكون المقابل، المقابل اللي هو y على الوتر اللي هو واحد، صار ساين الثيتا حيساوي المقابل اللي هو y. تمام. خلينا نرسم الزاوية سالب ثيتا، يعني حنمشي في الاتجاه السالب بنفس القيمة ثيتا، وحنرسم المثلث قائم الزاوية. طب خلينا الآن نجيب ساين للسالب ثيتا للزاوية اللي نازلة تحت هذه. طب عشان نجيب قيمتها شوف هذه النقطة، خلينا نجيب إحداثياتها. إيش إحداث الإكس لها؟ هو نفس إحداث الإكس لهذه النقطة لأنها على نفس الخط العمودي، صار إحداث الإكس هنا حيكون بإكس. طب إحداث الواي، شوف عندي في هذه النقطة إحداث الواي بواي، لكن أنا نزلت نفس المسافة ناحية الواي السالب، صار إحداث الواي لهذه النقطة حيكون سالب واي. تغيرت إشارة إحداث الواي، صار ساين سالب ثيتا حيكون سالب واي. يعني شوف عندي الواي تساوي ساين الثيتا، لكن ساين سالب الثيتا يساوي سالب واي. بس لو عوضت حيصير عندي ساين سالب ثيتا حيساوي سالب ساين ثيتا. يعني شوف لما يكون عندك ساين سالب زاوية معينة كأنه السالب هذا طلع برا الساين وصار الناتج سالب ساين للثيتا. عشان تفتكرها افتكر انه الساين تخلي الإشارة. خلينا نشوف كوساين للثيتا. عندي هذه الزاوية بغى أجيب الكوساين، الكوساين هو المجاور اللي هو حيكون إكس طبعا على الوتر اللي هو واحد. طب خلينا أجيب كوساين سالب ثيتا، يعني كوساين هذه الزاوية اللي تحت المجاور لها برضو حيكون إكس. صار عندي شوف كوساين ثيتا يساوي إكس، كوساين سالب ثيتا برضو يساوي إكس. صار نقدر نقول إنه كوساين سالب ثيتا حيساوي كوساين ثيتا، يعني كأنه الكوساين شوف لما يكون قدامها إشارة سالبة تبلع الإشارة، تختفي الإشارة. صار عشان تفتكرها افتكر إنه الكوساين تبلع الإشارة. طب خلينا نشوف تان للثيتا، تان لهذا الثيتا حيكون مقابل اللي هو واي على المجاور اللي هو اكس. طب نجيب تان سالب ثيتا، يعني تان لهذه الزاوية مقابل لها حيكون بسالب واي والمجاور اكس، سالب واي على اكس. يعني شوف عكسنا الإشارة، صار نقدر نقول انه تان سالب ثيتا هتساوي سالب تان للثيتا. يعني شوف التان زي الساين تخلي الإشارة. إذا عندك سؤال أسألنا تحت في التعليقات، وإذا عجبك الدرس وتبغى تشوف تكملته زورنا في واضح.com واشترك معنا عشان تقدر تشوف جميع الدروس وحلول جميع الأمثلة وجميع مسائل تحقق من فهمك مشروحة بطريقتنا البسيطة والسهلة، وتقدر تتواصل معنا وتسألنا أي سؤال وإحنا حنجاوبك عليه.